في معمل الكيمياء بنجيب المحاليل أو الكواشف ونضيف ليها العينات زي السيرم والبلازما، التفاعل هيحصل. بعض التفاعلات محتاجة درجة حرارة 37 درجة حرارة الجسم. أحط الأنابيب في 37 إزاي؟ محتاجين حاجة توصل الحرارة ل 37. إنه الحل السحري تراي باث، الحمام الجاف. انت عارف ان عندنا اجهزة فكرتها درجة الحرارة كتير، عايزك تركز على 3 اجهزة بيوصلوا ل 37، بيحضنوا ل 37. الفرق بس انه الحضانة هتسخن الهواء، الووتر باث هيسخن المية، التراي باث هيسخن المعدن. تعال نتكلم عن التراي باث، الحمام الجاف. هو جهاز بياخد كهرباء، طاقة كهربية، بيحولها لطاقة حرارية. في هيتر سخان بيسخن البلوك المعدن اللي قدامك ده، واللي متشكل على شكل راك ياخد الأنابيب جواه. وكذلك في ترموستات يضبط الحرارة، وشاشة قدامك تعرض الحرارة، وأحيانا بيكون في سوفت وير ومنبه تضبط أكتر من برنامج حراري بوقت محدد. يعني عايز تحضن الأنابيب في 37 لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق ويرن، وهكذا. فحرارة البلوك كلها 37 بثبات عالي، وبالتالي الأنابيب والمواد المتفاعلة في ثبات حراري أثناء التفاعل، وده المطلوب. مفيش تأرجح حراري يخل بالتفاعل، جهاز تحفة. بس هو عيبه يمكن ان الهيتر السخان يسحب كهرباء شوية. بعض الأجهزة الأخرى زي أجهزة الكيمياء ممكن تعمل جواها بلوك دراي باس للتحضين زي ده. أحيانا الشركات بيطلوه من بره الكتروستاتيك علشان يحافظ عليه. البلوك بيكون ألمونيوم حراري موصل جيد وصافي للكهرباء. درجة الحرارة من درجة حرارة الغرفة وحتى 120 درجة مئوية، بيختلف حسب عدد الأنابيب التحضين وأحجام الأنابيب. أما بالنسبة للمعايرة، مفروض بتتعاير كل فترة من مركز مختص للمعايرة، معايرة للحرارة، تقيس وتشوف هل ال 37 بتاعتها دي 37 فعلا ولا لا، تعاير بالنهار وبالليل، صيف وشتاء. أما بالنسبة للصيانة هي أعطالها قليلة لأن مكوناتها بسيطة، بس لو فيها حاجة بتكلم المهندس أو الوكيل بيصلحها عادي. وأخيرا التطهير، الشركة في المانوال الخاص بالجهاز بتكون قايلة بيتطهر بكذا، لأن هي اللي عارفة الأسطح بتاعته بتتحمل مطهرات إيه. وأقل مطهر ممكن نستخدمه هو الكحول. افصل الدراي باس، طهره يوميا بالكحول ونسيبه شوية ونشغله تاني. حلقة سريعة جدا عن الدراي باس.